لنقل أن لدينا حجم من محلول مائي يحتوي على بعض الحمض الضعيف لنكتب التفاعل، وقمنا بهذا عدة مرات، هو في توازن مع الأيونات المنفصلة منه، إذا سيكون في توازن لنكتب أكوياس، إذا هو حمض ضعيف حيث A قد تكون أي مجموعة جزيئية أخرى، أو هو القاعدة المترافقة للحمض الضعيف، إذا هذا في توازن مع بعض أيونات الهيدروجين. زائد إذا سينتج بعضا منهم، لكن بعض من هذا سيكون في الأنحاء أيضا، زائد القاعدة المترافقة له ناقص A مائي، وبالضبط كما فعلنا في حالة معايرة الحمض القوي لنقيس درجة الحموضة البي اتش، سأقوم بهذا هنا، في الواقع سأجعله أعلى قليلا لنقوم به هنا، لنقل سأعمل مقياس معين هنا، إذا هذا 0، نقول هذا هنا هو 7، حيث هذا هنا هو 14، إذا المقياس الأول من درجة الحموضة البي اتش من المحلول، لنقل لدينا 1 لتر من المحلول، 1 لتر من المحلول، لا نعلم التركيز من هذا الشيء، لكن لنقل المقياس الأول نسير ونقول لديه درجة حموضة البي اتش من، لا أعلم شيء هنا، لنقل لديه درجة حموضة، إذا هو حمضي، لكنه حمضي، إذا لديه 3 بي اتش تساوي 3 هنا، المقياس كله على الجانب الأيسر، هذه بي اتش كما في الفيديو السابق، هذه درجة الحموضة بي اتش. بي اتش ترتفع كلما ارتفع المقياس، هذا أول مقياس لدينا. الآن سنقوم بمعايرة الحمض الضعيف تماما كما عايرنا الحمض القوي، وعادة عند القيام بهذا أعني نظريا يمكن أن نعاير أي حمض، لكن في العادة يمكن معايرة، إذا كنا نعاير الحمض سواء كان ضعيف أو قوي دائما سنعايره مع القاعدة القوية، وإذا كنا نعاير قاعدة سواء كانت ضعيفة أو قوية، الكاشف أو الشيء الذي سوف نقوم بإضافته سيكون حمض قوي. إذا في هذه الحالة بالرغم أننا سوف نضع بعض القطرات في الحمض الضعيف، فإننا سنضع بعض القطرات من القاعدة القوية، إذا نستخدم هيدروكسيد الصوديوم مرة أخرى NaOH، ولجعل الأمور مثيرة للاهتمام لنجعل الحساب أقل أهمية، لنقل أن تركيز المحلول يساوي نصف مولية، وسنضيف 100 مللتر على سبيل المثال، وهي عشر اللتر، لكن المثير للاهتمام هو شكل المنحنى الذي يتشكل، أو منحنى المعايرة أو منحنى البي اتش، ما الذي سيحدث؟ لنكتب ما هو التفاعل من ال ان اي او اتش، لنفكر في هذا، هيدروكسيد الصوديوم ان اي او اتش، وقمت بهذا في الفيديو السابق، ينفصل ليشكل بشكل كامل في الماء، إذا يتحول إلى موجب NA، كل هذا في الماء بالطبع، زائد OH سالب، وعند إلقاء القليل منه، لنفرض وضعنا 100 مللتر، حسنا 100 مللتر، وهذا يساوي عشر لتر، تركيزه نصف مولية، هذه هي المولية، إذا سوف يكون لدينا نصف مول من هذا، أو في الواقع من هذه الأشياء سيكون لدينا نصف مول من أيونات الهيدروكسيد لكل لتر، إذا عشر لتر، هذا يعني أنه سيكون لدينا نصف من هذا، إذا سيكون لدينا 1/20 أو 5% مول، لنقل هذه النقطة هنا هي 100 مللتر، أضفنا 100 مللتر من المحلول، هذا سيكون نصف مول من الـ OH، لأنه تذكر ويمكن القول هو نصف مول من هذا، لكن عند وضع هذا في المحلول فإنه سينفصل بشكل كامل إلى هذه، إذا كان لدينا نصف مول من هذا فسيكون لدينا أيضا نصف مول من هذا، القاعدة ستتفكك بشكل تام لأنها قاعدة قوية، إذا كان لدينا نصف مول من هذا ووضعنا هذا في المحلول، ما الذي سيفعله؟ سيبدأ بإزالة هذه بعض من أيونات الهيدروجين، إذا سيزيد درجة الحموضة، إذا البي اتش ستتابع الارتفاع بهذا الشكل، حسنا ستتابع الزيادة، وهذا هو محلول الاتزان أو العازل، وهذا شيء مهم لتذكره، هذا سيزيل بعض من هذا، لكن هذا هو
العازل، وهذا هو حمض ضعيف، إذا هو في توازن، إذا لدينا احتياطي هنا من شكل الحمض. وعندما نبدأ بتقليل هذا بإضافة قاعدة قوية إليه كما ذكرنا، ما الذي سيحدث؟ التفاعل سيسير في هذا الاتجاه لعمل نوع من إعادة التعبئة ليعوض النقص بأيونات الهيدروجين. لن يصل إلى حيث كان من قبل، لكنه سوف يخفف الضغط على التوازن. حسنا، إذا الذي سيحدث هو أن تركيز الحمض الضعيف سيقل، سيحاول إعادة تعويض هذا الأيون، لكن في كل مرة سيسير التفاعل في هذا الاتجاه هذا سوف يرتفع أيضا. حسنا، تذكروا القاعدة المترافقة، سيزيد تركيزها فقط الإضافة تزيل أيونات الهيدروجين، كلما تم امتصاص أكثر وأكثر من أيونات الهيدروجين هذا التفاعل سيسير أكثر وأكثر في اتجاه اليمين، لكن كلما نسير أكثر وأكثر في اتجاه اليمين أننا فقط نضيف أكثر وأكثر من هذا، والقاعدة تأخذ أكثر وأكثر من هذا التفاعل معها. إذا عندما تتفاعل القاعدة مع هذا هي في الواقع تفكك هذا أو تفكك نصفه، لأنها تتفاعل مع أيونات الهيدروجين فقط، ممكن أن أقول ذلك ممكن، لكن مع الوقت كل هذا سينتهي بالحال على هذا الجانب. حسنا، كالقاعدة المترافقة، إذا عند درجة معينة عند إضافة نفس الكمية بالضبط من الـ OH بنفس كمية هذا الذي يتحول إلى أيونات الهيدروجين، عند تفاعل كل الهيدروجين ما الذي سيحدث؟ حسنا، حالما نصل على أعلى من هذه النقطة عند إضافة حتى أكثر سنبدأ الحصول على قاعدة قوية، سيسير إلى مستويات قياسية من الـ pH، لأنه عندها سنضيف OH ولا يتم إلغاؤها من قبل أي هيدروجين هنا، وليس هناك شيء لتعويض الهيدروجين أيضا. إذا سيكون لدينا درجة حموضة عالية. ماذا يحدث عند إضافة ما يكفي من هيدروكسيد الصوديوم؟ حسنا، هذا سيلغي ويحايد هذا وهذا تماما، وكل ما سيتبقى لدينا هو القاعدة. حسنا، قد تقولون لدينا البي اتش تساوي 7 لأن كل الحمض اختفى، لكن هذا ليس صحيح، ليس لدينا درجة حموضة تساوي 7 كما كان لدينا في الحمض، لأنه هنا بينما يتفاعل الهيدروجين كان تركيز القاعدة المترافقة يزداد. نعم، وتذكروا وهذه قاعدة حقيقية، في الواقع هذا لديه خصائص مختلفة. إذا كان هذا حمض قوي، إذا كان هذا كلوريد الهيدروجين مثلا، سيكون لدينا الكلور هنا، لكن الكلور بالرغم أنه قاعدة مترافقة ليس لديه خصائص قاعدة كبيرة، لن يزيد بي اتش للمحلول، لكن هذه القاعدة هنا تزيد درجة الحموضة البي اتش للمحلول، وقمنا بهذا في الفيديوهات السابقة. وحالما يمتص كل هذا، حال نقطة التكافؤ أو النقطة حيث عدد المولات من هذا يساوي عدد المولات من هذا، سيكون هناك البي اتش عالية، إذا سيكون مثلا أو ستكون مثلا هكذا. ومن ثم كلما أضفنا أكثر وأكثر من الكاشف أو القاعدة القوية، درجة الحموضة البي اتش تصبح أعلى وأعلى وتصل إلى 14 أو حتى تصل أعلى من هذا، إذا المنحنى المعايرة سوف يبدو هكذا. نعم، ومرة أخرى نقطة التكافؤ على المنحنى ستكون هنا، وسنقول حسنا هذه نقطة التكافؤ، هذه النقطة حيث حصلنا على كمية متساوية من الهيدروكسيد مع أيونات الهيدروجين، تم نفاذ كل هذا لتعويض أيونات الهيدروجين. الآن ننظر إلى نقطة التكافؤ. حسنا، إذا كانت نقطة التكافؤ عندما أضفنا، لا أعلم، ربما ذلك عند إضافة 2 لتر من الكاشف، إذا أضفنا 2 لتر من الكاشف القاعدي هنا، حسنا، أو المعاير، أعتقد هذه كلمة أخرى له. كم كان عدد المولات المضافة؟ حسنا، هي 2 لتر ونصف مولية، إذا أضفنا 1 مول، إذا هنا أضفنا 1 مول من ال OH، نعم 1 مول من ال NO من ال OH، وعند إضافة 1 مول من ال OH فإننا نمتص كل ما لدينا من مولات هذا، إذا من الواضح كان لدينا مول من هذا، إذا هنا التركيز الأصلي يعني يمكن القول التركيز من ال HA زائد تركيز الاتزان الابتدائي للهيدروجين
نعم يساوي 1 مولية. الآن في معظم كتب الكيمياء هذا العدد سيكون أكبر بكثير من هذا العدد لمعظم الأحماض الضعيفة، ويمكن البحث عن ذلك. إذا بحثنا عن قيمة البي كي اي لبعض الأحماض الضعيفة سنرى أن هذا حسنا لن أخوض في الحساب الآن، لكن هذا العدد أقل بكثير. إذا هذا مؤشر كبير التركيز الابتدائي من الحمض الضعيف أو للتركيز. إذا بالضرورة سنتابع معايرة لإيجاد نقاط التكافؤ. سنقول أن نقطة التكافؤ عند إضافة 2 لتر من المعاير إليه وهو ما يعادل 1 مول. إذا لهذا السبب كان 1 مول من الحمض الأصلي في المعادلة لدينا. الآن شيء آخر مثير للاهتمام، إذا قلنا أنه كان لدينا 1 مول من الحمض الأصلي في المعادلة، هذا كان 1 مول بالأصل، 1 مول هذا قبل أن نبدأ بمعايرته. وإذا قلنا أن هذا المحلول حجمه 1 لتر، هذا 1 مول وليس 1 مولية 1 مول. لكن إذا عرفنا أنه محلول بحجم 1 لتر فسنعلم أنه بالأصل إذا كان لدينا 1 مول في 1 لتر، إذا كان لدينا 1 مولية. الآن سنناقش شيء آخر وهو حول التفاعل القاعدي. في الواقع سأقوم بهذا في الفيديو القادم لأنه أعتقد أنه هذا يستمر لفترة طويلة. نراكم.